قائمة المنتخب المغربي. لا حضر الكرة، الله، المحاولة، لكن حارس المرمى الهدف، الهدف، الهدف الأول، الله 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 الله، يوسف النصيري يسجل، يسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم، بعد المحاولات وبعد الكرة الأولى والثانية من حارس المرمى للإبعاد، لكن هنا يوسف هو من يدون لأسود الأطلس الهدف. لاحظ هذه الكرة ما مشت، لكن الثانية مشت، 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 نعم، في الشباك، في الشباك. بداية سريعة للمنتخب المغربي. لاحظ الكرة، أسود الأطلس يبدأون ويسجلون الهدف. الهدف الثالث، هل من هدف ثالث؟ لكن حارس المرمى متواجدة بجانب أيضا المنتخب التونسي وأيضا المنتخب السعودي وأيضا المنتخب القطري. المنتخب مصر، منتخب مصر. لاحظ الكرة والمحاولة، الله، جول، هدف عالمي، الله 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 الله، هدف عالمي. نعم، يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام يا سلام، هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام، سلم، الله 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 الله، لاحظ الخطأ، لكن هنا الهدف، الهدف، الله 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 الله، هذه كبيرة، هذه كبيرة يا زياش. يا سلام، الله، أي نظرة، أي دقة، أي تنفيذ في اللقطة الماضية. وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف، الهدف الثاني، لكن هدف على كيف كيفك. إي والله، هدف على كيف كيفك يا زياش في اللقطة الماضية. هنا نتكلم عن لاعبين الكبار، نعم، هنا نتكلم عن هذه الأسماء الإضافية مع المنتخب الجورجي. لكن هنا الكرة، محاولة التوغل والتقدم، هذه الكرة انطلاقة أمامية، لكن لا زالت مستمرة في الطرف الأيمن في الكرة الماضية. لاحظ الكرة عادت الآن، انطلاقة أمامية، ولاحظ هناك ربما تغيير قادم